السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سأتحدث عن قلب الصور أفقيا وقلبها عموديا والتفاف الصورة في بايثون. أول حاجة بنفتح نيو بروجكت، مشروع جديد. بيحدد لي اسم المشروع هنا، بفتحه مثلا على الديسكتوب بايثون بروجكت، اختار هنا، اضغط كليك على كرييت، يبدأ في عمل كرييتنج فولدر باسم المشروع، وبيحمل فيه ملفات البايثون. انتظر لما يعمل كرييتنج الفيرشوال انفايرونمنت اللي هشتغل من خلالها. دلوقتي فتح لي مشروع جديد اسمه بايثون بروجكت، موجود على سطح المكتب، وفتح لي ايضا ملف جديد، ملف البين بايثون. بحدد كل ده، بحدده بالفاره او بكنترول مع الاي، واضغط ديليت، امسح ده، وممكن اكون ملف جديد. لو بصيت هنا على سطح المكتب اجد انه عمل لي بايثون بروجكت، وانا هجيب بداخل الفولدر ده، افتحه الاقي حط لي فيه ثلاث فهرسين، والملف المين البايثون الرئيسي، بضع بداخله صورة جهزتها هنا، صورة جافا جي لسبايدر مان، دي اللي هعمل عليها الفليبنج، سواء هوريزونتال فليبنج او فيرتيكال فليبنج او روتيتنج من خلال الكود. بفتح هنا البايثون تشارم، وأول حاجة أعملها لازم أنزل مكتبة بيلو. بضغط على التيرمينال هنا، منطقة التيرمينال، ومن أمام الكوماند لاين بكتب الأمر التالي، أكتب pip install بيلو، وأضغط إنتر، مفتاح الإدخال، وأنتظر بيقوم يحمل لي مكتبة بيب اللي هعمل منها استيراد لمكتبة ايمج او اداة ايمج اللي بتساعدني في التعامل مع الصور في بايثون. قال لي هنا انستولينج كولكتد باكجز، وتمام، هيديني رسالة قال لي كولكتنج بيلو انستولينج كولكتد باكجز بيلو سكسفول انستولد بيلو الفيرجن 8.3.2. كده تمام، اركب لي الايه المكتبه بيلو. في اول سطر بقى هنا هنكتب الكود بتاعنا، الكود اللي هنتعامل معاه مع صوره سبايدر مان. في السطر الاول هنقوم باستيراد مكتبه بيلو، ومن خلالها بنحصل على المديول ايمج from pel import image. السطر اللي بعده هكتب هنا image، هفتح متغير اسمه image object، ومن خلال image object هستعين بالموديل image، والميثود بتاعته open، افتح صورة اسمها spiderman.jpg، وانا وضعت السبايدرمان الجافا جي دي، الصورة دي داخل الكرنت فولدر بايثون image. السطر اللي بعده هفتح متغير اسمه horizontal flipped image، اضع بداخله الايمج اوبجكت اللي سبق المتغير اللي انا فتحته، طبعا هيكون في الترانسفورمز بتاعته، هختار ايمج فليب ليفت رايت، ده لما احب اعمل قلب للصوره من اليسار لليمين. طب لو عايز اعكسها من اليمين لليسار فهعكس رايت تو ليفت، رايت ليفت، يعني هنا بدل ليفت اكتب رايت، وبدل رايت اكتب ليفت، العكس. السطر اللي بعده الايمج اوبجكت ده هعمل له شو، اللي هي الصوره الاصليه اللي هي صوره السبايدر مان اللي عندي دي، هعمل لها شو. السطر اللي بعده هعمل الصوره قلب افقي لها، فيرتيكال فليبد ايمج. فيرتيكال فليبد ايمج يعني هعملها قلب عمودي. السطر رقم 5 انا كنت بعمل قلب افقي، لكن في السطر رقم 7 هعمل
قلب للصورة عمودي. هنا هستخدم الموديل ايمج فليب توب باتون. طب لو عايز اعكسها العكس يبقى توب باتون توب، يعني انا هنا عايز اعمل فليبنج توب باتون. طب لو عايز العكس يبقى باتون توب. الامر اللي بعده هعمل هنا شو للفيرتيكال فليب، الفيرتيكال فليب ايمج، هعرض الصورة المقلوبة عمودية. يبقى انا هعرض الصورة هنا الاصلية، هنا هعرض الصورة الاصلية، وهنا هعرض الصورة المعروضة عندي الفيرتيكال فليبين. طيب طب وممكن اعرض برضو الصورة الهوريزنتال، او ممكن اعرض الصورة الهوريزنتال. السطر اللي بعده هعمل هنا روتيت للصورة، فبفتح متغير جديد اسمه ديجري فليبت ايمج. ديجري فليبت ايمج يعني صورة تم استدارتها او عمل فليبنج لها، قلب لها بالدرجة. فبستخدم هنا ايمج روتيت واكتب اسم الدرجات، عدد الدرجات اللي انا هعمل بها لف. فبستخدم برضو الاوبج، يبقى كله ده بستخدم منه الايمج اوبجكت الاصلية اللي فيها الصورة، واخد منها الموديل ترانسبونس، واحدد هنا في معاملاتنا البارامترز مقدار اللفه قد ايه في الايمج، او الفليبنج قد ايه، سواء فليبنج فيرتيكالي او سواء فليبنج هوريزونتالي. السطر اللي بعده هنا هعرض الصوره الديجري فليبد ايمج. طب عايزين نشوف الصوره اللي هي معموله فليبنج لها هوريزونتالي، يبقى انا باجي هنا اهو في السطر ده، وادخل هنا بعد ما اعرض الصوره دي اجي هنا اقول له اعرض لي الصوره دي اللي هي معمول لها قلب افقي دوت شو. كده هعرض الصوره اللي هي مقلوبه هوريزنتالي. اما الصوره الاصليه فبعرضها في الاول هنا، باجي دي واعرضها في الاول هنا كده علشان لا يحدث خلط. يبقى انا كده بعرض الصورة الاصلية في الاول خالص، وبعدين هنا باجي على الصورة الهوريزنتال، الهوريزنتال فليبت دي بقلبها افقيا اليمين يسار واليسار يمين، وبعدين اقول له اعرضها. هنا في الفيرتيكال فليبت ايمج برضو بعمل لها قلب فيرتيكال عمودي وبعدين بعرضها. هنا الصورة اللي معمول لها التفاف اللي هي ديجري فليبت ايمج بعمل لها التفاف من خلال البارامترز دي، وبعدين بعمل لها شو. نضغط على مفتاح ران ران، او تضغط شيفت مع اف 10 ونشوف ايه اللي هيحصل. هنا بيعرض الصورة الاصلية، هنا الصورة اللي هي فليبد هوريزنتال، وكده الصورة ايوه تمام عرضهم بالترتيب. نجيبها كده الصور جنب بعض في وضع تجانب زي ما احنا شايفين، اطلع فوق كده. طيب it looks like the file was moved or renamed. اي ماشي. طبعا دي الصورة اللي هي مقلوبة هنا، دي الصورة هي لو بصيت كده دي الصورة اللي هي مقلوبة horizontally، ودي الصورة اللي هي مقلوبة vertically مع الاتجاه. يعني هنا قلب الصورة دي، لو بصينا للصورة الأصلية دي كده قلبها فيرتيكال افقي وبعدين قلبها. يبقى ده كان بالنسبة لعمل الصور التفاف لها في بايثون، وعمل اتجاه افقي وقلب افقي وقلب رأسي.